السلام عليكم مشاهدينا ومتابعينا اينما كنتم، حلقه جديده من برنامج ايام الناس. اليوم متواجدين وياكم بسوق الشورجه. حقيقه انه رغم درجات الحراره المرتفعه، لكن الناس انه هذا الموضوع ما يمنعهم، خصوصا اصحاب القوت اليوم. حجينا السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا وسهلا. حار الجو، حاري طبعا، وكهرباء ماكو. كهرباء ماكو طبعا، هاي الناس هسه موجوده شلون شغل عليه؟ والله شغل زين يعني، بس ابو من والله ما عندي ولد، ما متزوج. يا والله اسمك كريم؟ حسين. استاذ حسين؟ نعم. انت بسيطك؟ اي والله هاي بسيط. من زمان هنا؟ من زمان هنا. كيف صار لك بالشغل؟ تقريبا يمكن سنه راح يصير، اكثر من سنه. قبلها وين كنت؟ كنت هم اشتغل شغل هذا، شغل ثاني. زين، صاحب شهاده، خريج اعداديه، وتوقفت ما اعداديه ما كملت. جاي تحصل من يومك، شنو شغلك؟ والله اشتغل يعني، اطلع هذا اللي اقدر يعني اطلع يعني اي يعني الشغل اطلع عادي، شويه فاتر السوق فاتر. وهذه بس ساعه جاي تجي، بس ساعه تفتح؟ والله اطلع انا هناك بثمانيه يعني، اوصل هنا بالتسعه، ورا التسعه ورا الثلاثه اعزل بعد. اي الشغل ما توقف عاد. قد يوم يا تقريبا تحصل، او شنو ربحك خصوصا تبيع الليفه؟ الليفه بيش اليوم؟ والله اللي فاكو بيها بثلاثة، اكو على ألف، واكو ألف ونص، كل من يعني حسب السعر، الأسعار والسعر سعرها. اكو شي مضوجك بالحياة، شي تريد يصير، أمنيتك شنو؟ والله أنا أمنيتي يكون أفضل يصير طبعا، الإنسان بالنسبة لك؟ إي طبعا، الشغل كل ما يصير الشغل، كل ما الإنسان يتطور والشغل هذا يصير أفضل طبعا الحياة. الشغل يصير أفضل. يعني احنا عربانه، ما اقدر انا ابقى اشتغل عربانه، وهذا الانسان لازم يعني يطور نفسه ويشتغل يعني، فشغله حلوه بيها. زين، ما حابه شغلتك؟ لا عادي، احب هالشغله. اي بس انا هاي مو شغلتي يعني، مو اساس شغلتك. شنو بالاساس مهنتك؟ عندك مهنه؟ والله ما عندي انا مهنه، بس اشتغل شغلات حره مثلا. مره كنت ابيع، اشتغل مال ملابس، ابيع ملابس كنت، مره محل مال مواد غذائيه، هاي معجون، كشمش، جوز هند، الاشياء هاي الموجوده بالسوق، معلبات. الله يزيدك. اهلا وسهلا. عندك شيء تحب تضيفه؟ لا، شكرا جزيلا. اهلا وسهلا. سيدنا شلونك؟ صباحك الله بالخير والعافيه، تحياتي لك شخصيا، الكادر الجميل. هاي طبعا قناه سباقيه بدون يعني مجامله وبدون كلام يعني، غني يعني عن الشغله هاي. اليوم احنا نحكي صورة عامة. انا بس قبل لا تحكي، قبل سبق وان ناشدت بخصوص دراجتك اللي اخذوها دارة المرور وما شابه ذلك، ما اتصلوا بيك، ما خابروك؟ لا تذكرني ارجوك، لان انا ما يخالف، ما اريد افتح المواب، بس انا باعتبار انه الموضوع صار وياي، ما حد خابرك؟ ابد، ولا رحت وناشدت، ما خليت، كل شيء ما سوالي. ورجعت الدراجة ولا؟ لا ما راكش، لا الدراجة ولا اثر لها، سلمت امر الى الله، فلوسي حلال. خليتها بذمة المرور ومشيت. زين، سيد حمال؟ انا 14/4 اشتغل 2004 بالشورجة، تأسس القناص بالفضل بال 2006. بال 2006. صار لي 18 سنة، المثلي يعني طلع تقاعد يعني. يعني المثلي صارت عنده مادة وطلع، بس أنا ما لحق. وبرقبتي عائلتي. عندك شهادة؟ ما عندي شهادة، برقبتي عائلتي، إيجاري 500. الوحيد الاهلي. شنو امنيتك؟ امنيتي الله يرزقنا برزق وعافيه مال حلال، ما نمد ايدنا لحد، كل شيء ما اريد من الله. السوق يتحسن والحمد لله والشكر، يشتغل وهاي. اريد لنا راتب من الدوله، اريد لنا راتب من الرعايه، اريد لنا شخص يعني يحرك لنا السوق نشتغل، كل شيء ما نروح. جاني نجي من الصبح الى العصر، للخمسه للاربعه، لو نطلع العشره لو 15، لو قسما بالله نخسر ثاني يوم ما نقدر، عندنا فلوس نطلع. يعني انت جاي تجي من بيتك كروه بألف ورجع ألف 2000، هاي 2000 اكلك شربك راح تجيب لك هنا 3000 5000، اذا ما تطلع الخمسه منين راح تجيبها؟ هو انت قوتك يومي، عيشتك يومي. انت لو عندك راتب ما تدير بال هذا الراتب، حتى لو مثلا 150 يوميه تقدر تجاوب على نفسك 5000. يعني رعايه ما عندك؟ والله اتمنى من الله يسلم عندي ان شاء الله يصير. وعتبي ايضا انا يعني اضم صوتي للسيد، عتبي على الناس اللي حقيقه انه
طلبوا رقم السيد، تواصلوا وياي بخصوص هذا الموضوع وقالوا راح نطلع الدراجة ونتابع موضوع اللي صار أكثر من سنة ولغاية الآن أنه من محاسن الصدف اليوم شفته هنا بالشورجة، لكن عتب على الناس، والله العظيم عتب على الناس اللي تتواصل وياي بشكل شخصي، ناس معنيين أنه متابعين هاي القضية وعلى أمل يحلوها، لكن للأسف يعني والسيد ثق بالله، ثق بالله، ثق بالله، مطلوب بالشورجة هنا فوق المليون. بسبة إيش؟ بسبة اشتريت الدراجة ريدت أدفعها وما قدرت، وناس وقفت ناس وياي وانطتني أنا هسه اللي أحكي لك مطلوب أني الشخص، هذا الشخص فداء دمه وروحه إلي وما إلى بصمة عندي، أنا مو كيف أنا هو يجوز يسمعني بعيد ما أدري، بس يعني يكون أنت وايد تحب دراجتك؟ لأن أنا جايبها من تعب جبيني، ما مديت اللي يدي لحد هاي بقيت ولا نعمل بالألفين وثلاثة كانت هاي الفلوس مشمرة، ما مديت يدي، أنا أريد شيء مال حلالي، والله ما مديت يدي على الحرام، أشتغل وأجيب بتعبي حتى الله يوفقني، كل شيء ما أريد، الطالب جات المعنية الدولة تحرك لنا هذا السوق، تسوي لنا رعاية، تسوي لنا شيء على مود باكر من واحد يموت يذكرهم بطيبة. كل شيء مر عندنا، تحياتنا لكم، تحياتنا لقضاكم. نعم مشاهدي الكرام، متواصلين وياكم، خليكم ويانا. شلونك حبيبي؟ شلونك خال رحم الله عليك، والله الحمد لله، شلونك والله حيلك. عينكم على هالحار. احنا على هالحار. السوق ماكو فتور. على هالموت وسوق ماكو. سوق الشورجة واقف هسه. ماك سوق شغل ماكو هسه. زين احنا العمامي هسه كله احنا من نال هناك. يعني الواحد حصل له 10 15، زين هاي 10 15 تكفي؟ ما تكفي. زين ليش 10 15؟ ماك درب بيش؟ الدرب 3 كراتين 4 ب 3000. زين السوق ماكو، ماكو شغل، وين نروح خالي؟ يعني انا احصل يومي 10000 اصرف 5 تبقى لي 5 على اليمن، وين نروح يعني؟ لا شغل لا تعيين، احنا نريد يفتحوا لنا تعيين جيش، يفتحوا لنا تعيين شرطه، زين احنا هم تعبنا والله، ماكو شغل. زين لا ماكو شغل، وين اروح؟ وين اروح لا ماكو شغل؟ وين اروح؟ انا رجاء عند عائله وعند اهل. ايش صار لك باي شغل؟ عند اهل عائله براسي. عند رجاء عند اهل عائله برقبت براسي. ها ايش صار لك بهاي الشغله؟ صار بهاي الشغله هنا 7 سنين. سبع سنين ما ما ماكو شغل، ما استفادت معناتها. بس ساعه جاي تجي يوم هنا بالشورجه لما رحت فلس ما عندك، كل شيء ماكو. انا جاي اطلع بالسبعة اشتغل هنا بالثمانية، بس شغل ماكو استاذ، السوق واقف هسه، السوق واقف. يعني احنا وين نروح؟ انا من الديوانية، من الديوانية ما عندي شهاده مال سالفه ابتداء، وقدمت بالجيش وهاي ما 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 فتحوا تعيين ما عينونا. زين وين نروح احنا؟ خب مو نضل هنا الجاد وبنضل هنا، وين نروح؟ انا 10000 كفي لعمي، انا بعد ما متزوج، ما من الفلوس اتزوج انا؟ من الفلوس اتزوج؟ لا والله ما يومي 10000 طبعا، وين تتزوج؟ والله صرفها بيوم 10000. احنا نريد فتحونا تعيين جيش، فتحونا تعيين شرطه. خب مو نضل الجاد وبنضل هنا؟ اجار هنا؟ انا لا مو قاعد اجار، ابات ابن عم هنا. ابن عم؟ ايه. صار 7 سنوات ابن عم. 7 سنوات اصرف 10 تبقى. والله زين ومتحمله ابن عم. ال10 استاذ، ال10 اصرفها كلها. ال10000 اصرفها كلها، هسه ابات ابن عم وال10000 اصرفها كلها. يعني وين نروح احنا؟ شغل ماكو. احنا نريد يفتحوا لنا تعيين جيش، يفتحوا لنا تعيين شرطه، وين نروح؟ وين نروح؟ يعني شغل ماكو بعد. روح انا منيت نتعيين، احنا انا منيت تعيين جيش يفتحوا لنا، فتحوا لنا تعيين شرطه، هاي منيتي. سجاد. انا مهدي. سجاد. سجاد شنو؟ سجاد فرحان العيبي. سجاد يعني هي الشغله تعب. شغله تعب، كسران ظهر يعني، كفيلك الله وبدون ما احلف لك يعني، كفيلك الله يعني منا غير يعني اجيب الستة ونص، انا يعني بالستة اطلع من البيت يعني، كفيلك الله احلل بثلاثة. ها كفيلك الحسين ارجع انام كفي، ما قاعد الا بالعشرة. اي والله ارجع بثلاثة احل منا. يا دوب ايش قد تحصل باليوم؟ والله حاصل لك 15 17 هم يعني 5000 هاي بالوجه كراوه يعني واكلك وشربك. صح. يا دوب تكفي الخمسة، انا ما عندي جاي لك خمسة. كم سنة صار لك باي شغل؟ والله ضاق لك تقول له الله يساعدك، صار لي تقريبا بال 15 سنة والله. انت يوم وليد اصلا؟ انا 1998 يعني صغير قد ويد وطلعت هنا والله، وي ولد عمي. ما كمل الدراسة؟ لا شو اكمل الدراسة؟ شو اكمل؟ العيشة تتطلب. العيشة تتطلب. اي. تردون تعيين هسه؟ على الله ان شاء الله ويدك. والحسين ابو عبد. ما متزوج هسه؟ مو هسه الزواج. بغداد؟ انا اي. الله يساعد المحافظات، انا اقول لك الله يساعدهم، اقول لك كل المحافظات هنا جايه، بالله على الاقل انا هنا بيتي وابات بيتي، بس الله يساعد ذول خطي يعني، حصل له 10 يعطي 5000 بالفندق، اكله شربه كل شيء ما يضل يعني، جاي بس يشوف هنا ويروح. الله صحيح. اي والله. حار. ما يفيد، ايش قد حكينا، ايش قد ردنا، يا معاودين يا بالله عليكم. الرعايه ماكو؟ ماكو، وينكو؟ وينكو؟ يا ساده بالمحافظات يجي هذا. انا خطيه متزوج صار لي 4 سنين مقدم على الرعايه.
عندكم ناس هنا خريجين اكيد مو هاي هنا اقول له ذاك والله ذاك هناك يشتغل حمال بالشرجه خريج والحسين ابو عبد الله مخلص كل شيء قانون اسمه حيدر اي حيدر خم هناك سوى طلع بكروه خطيه راح هسه نروح عندك رقم حيدر ها لا والله ما عندي رقم ليش كذب عليك تمام هسه بالاخير شنو امنيتك امنيتنا احنا هي تعيين كيف لك الحسن وعبد الله لو 500 الف ابو سيد وحط على قصتي اذا بالتالي حق هالناس هذا حق حتى اذا مو تعيين رعايه فبالتالي هذا ابسط حق خصوصا انه درجات الحراره 50 52 هسه انا وقفت هنا ربع ساعه معد هسه اللي باوع يقول بزر نزتل لا بس والله العظيم الشمس ما ترحم والناس تطلع من الصبح لليل او لحد المغرب يا دوب يحصلون 10000 7000 8000 بيهم الخريج بيهم اصحاب الشهادات لكن ميسين ماك البحر هنا واحد البحر خطيه من الحر غير تخربط هنا خطيه دقت العربان علي خطيه والله درجات الحراره اللي توصل ما شاء الله هسه واي شيء 3 كراتين خطيه قاعد بالفه وهن صغار اي والله الله يساعد ذول اللي يشير ربل بها يعني فد 300 كيلو 400 كيلو 200 كيلو هاي ابو علاء ايش قد بيش يسحبها والله ب 7000 والله العظيم ب7 ومن هنا للاعداديه واحسب المسافه ايش قد الله يرضى عليك بالتالي احنا نتمنى انه من الجهات المعنيه الناس الرعايه وغيرها انه تعالوا هنا شوفوا الناس يعني طلعوا لكم زياره ميدانيه شوفوا موضوع الناس شوفوا وضع الناس يعني احنا ما يحتاج انه المناشدات توصل جوكم هنا اي والله خذوا ارقامنا هاي يسمعون صوت والحسين خذوا ارقامنا على حسب الصوت كذبوا علينا وراحوا خذوا اعلان علينا ما ادري شنو ضحكوا علينا وراحوا اي والله يعني والله ولد العراق وشبابنا حسبي الله ونعم الوكيل هسه لا اجي يقول لك بالجيش اجي بالجيش بالشرطه اجي بالشرطه وين ما كان كيف يكون بالرعايه طير رعايتهم بس المهم 500 راتبها عسى يعني والله العظيم واحد هم ورطه بهالحار ويحكي ما شلون بالله مثلا واحد يخاطب عمي شوف باقي الدول صارت بيها باقي الدول ها هذا الخريج غير يشترون ايش رايه بس بالعراق احنا متواصلين وياكم مشاهد كرام وان شاء الله يا رب القى الخريج حتى انقلكم الصوره بشكل واقعي متواصلين وياكم خليكم ويانا شلونك حبيبي؟ حبيب قلبي الله يحفظك الحمد لله خير جواكم الله على الحر هذا وعلى شو هذا هو؟ الاسم الكريم حسين شنو؟ حسين عياش حسين تخرج؟ نعم يا سنة تخرجت؟ 2015 ايش كملت؟ دبلوم شنو؟ مع تكنولوجيا اللي بزعفرانية اي يا قسم الكترونيك تخرجت 2015 اي بعدها شو اشتغلت؟ والله يعني اول ما تخرجت قبل على العربان وعلى الحمالة مباشرة نعم. يعني في 2015 بديت حمال بالشورجة بدأت قصة حياتك منا زين أسأل سؤال بطبيعة المتخرج إذا ما يمارس اختصاصه ممكن ينسى طبعا شيء أكيد أنا نسيت الاختصاص نسيت كل شيء يعني نسيت الدراسة شيء أكيد يعني تيت يعني 8 سنوات أنا أشتغل بالحمال يعني واحد شيء يتذكر زين قد جاي تطلع يومي جاي تحصل والله الحمد لله شكرا أطلع يعني عندي معاميل عندي شغل تقريبا باليوم خير وبركه الحمد لله الله يزيدك ان شاء الله يعني نقول يعني سعادتك بس تعليش يعني ما اقدر احكم يعني هو رزق هو زين جتك فرصه على اختصاصك فرصه تعيين لا والله ما انا قدمت بس ما طلع لي بالعاده الكترونيك اي يعني وين بشغلكم بالضبط يعني اذا شغلي على اختصاصي يعني وعلى الوظيفه يعني معاون مهندس هيك يعني معاون مهندس اي لغايه الان ما لا ما لقيت هاي الفرصه شو وقت تزوجت 2018 بال18 اي عندي 2 جهال زين تزوجت وانت حمل الحمد لله كونت نفسك درجات الحراره عادي يعني شيء اكيد تعلمت بعد اي زين انت اليوم اذا اتيحت لك الفرصه بالتعيين وضمن اختصاصك راح تتذكر شيء والله اي تدريجيا طبعا اتذكر اي تدريجيا اي طبعا شنو امنيتك والله اكيد التعيين يعني واحد يستقر بالتعيين تعيين حكومي لو اهلي لو تمارس اختصاصك لا اكيد حكومه واهلي نفس الشيء بس المهم تعيين يعني زين بالعاده انت شهادتك من رحت بيها بالتخصص مالتك كنت رايده لو المعدل هو قادك لها لا مو انا معدل
يعني ما كنت خريج صناعه وانسيابيه على الدبلوم. وحبيت الاختصاص؟ طبعا شيء اكيد يعني من صناعه حاسبات رحت معهد الكترونيك فهي نفس الشيء يعني. متفوقين كنت؟ بالصناعه اي بس بالمعهد لا مقبول. اي. كم طفل عندك؟ اثنين. الله يحفظك. انت هسه اليوم اذا الناس تباوع وناس شاهد شو تحب توجه لهم وشنو امنيتك؟ والله يعني اكيد امنيتي يعني الاستقرار واتعين يعني هاي امنيت اي شاب يعني مو بس انا. فعلا. اي. اذا بالتالي مشاهدين احنا دائما ما نقول الشباب العراق خصوصا انه الناس اصحاب التخصص لازم يمارسون تخصصهم لازم يتعينون لسبب واحد. يعني اللي يتخرج مو فقط الاستقرار، انا جاي اقول انه اليوم الشاب اذا درس 18 سنه 17 سنه 16 سنه ومن يتخرج 8 سنوات 7 سنوات ما لاقي تعيين او ما لاقي فرصه عمل يمارس بها شغله، بالتالي راح ينسى تخصصه. هسه انا اول ما تخرجت يعني 2015، من 2015 لحد الان يعني صار عمري 28 29 يعني حتى التعيين ماكو يعني كعمر هيك يعني مرفوض التعيينات. فعلا. يعني ما اعرف ايش اقول ايش احكي. انت تنتظرنا هنا هسه اجيك، شلونك حبيبي؟ بعد روحت راسي قوى حيلك. شلون اخبارك؟ الحمد لله بخير. والله الحمد لله. والله الامور والله ماشي. حياه طيبه. هاي الحمد لله شغل والله العظيم. زين مش وقت مش وقت هنا؟ انا صار لي 30 سنه هنا. 30 سنه؟ ايه. عمك حياتك راحت. هاي شو نسوي؟ والله العظيم انا من زمان صدام هنا جبت هالشغل حمال. اي تعلمت بعد؟ انا ما ايه ما اعرف اروح، متعلم على الحمال. سنوات اخذتها تجوز كان عندك حيل ماخذها بحيلك وراحت الحيل هسه بعد سويت عمليه بعد سنتين ثلاثه راح تكبر توصل خمسينات تقعد بعد وين تقاعد؟ وين كنت قاعد؟ تبيك العباس تبي تزوج؟ لا والله بعد سنه ما مزوج. ما ادري شو انت اللي اشتغل نفسي والله. الله يسلمك. والله والله شو نسوي؟ ويوميه هيك من 6 الصبح؟ ها شنو بالثلاثه بالليل اجي اي واحنا من بغداد اي ويا جماعتي بعد اثنين ويا لا والله كش هاي اريد بس رحمه الله احنا ان شاء الله بعد روحي تاز الراس الله يحفظك. نعم مشاهدي الكرام متواصلين وياكم رغم المعاناه اللي جاي يعيشوها الحمالين وسط درجات الحراره المرتفعه ببغداد، لكن العيشه تريد والعائله تريد والناس تريد وكل شيء يريد وبالتالي ما حد يعذر. متواصلين وياكم خليكم معنا. نعم مشاهدي الكرام متواصلين وياكم من سوق الشورجة وبالتاكيد احنا مثل ما شفنا الحمالين اللي موجودين هنا ناس تعبانين على نفسهم، ناس جاي يواصلون نضالهم وكفاحهم من اجل تحقيق احلامهم، وبالتاكيد هي مهنه شرف خصوصا انه ناس خريجين جاي يعملون بها او بالقانون او بالحاسبات وما شابه ذلك. نجم شلونك؟ حبيبي الله يسلمك. نجم حاليا عندنا طالب جامعي. اي أيوة والله طالب جامعي انا هنا دوم بجامعه ابن الهيثم جامعه بغداد. أيوة. كليه ابن الهيثم. زين. علوم صرف رياضيات وجاي اشتغل. علوم شنو؟ علوم صرف رياضيات. زين. جاي اشتغل هنا اطلع مصروفي اطلع اما دز البيت واما للجامعه. زين. بالعطله هاي. وشلون موفق بين دراستك والعمل هنا؟ والله بصعوبه. يعني؟ حيل صعبة حيل صعبة يعني مثلا اداوم بيوم العطلة مثلا او شيء ما عندي شيء اجي اشتغل هنا وارجع اصرفه او بالعطلة لا اصرف على البيت. يعني بالعطلة تجي هنا تداوم تشتغل؟ بالعطلة اشتغل هنا. وبيام الدوام الجامعي بيام الدوام الجامعي بس لا بالعطلة بس مثلا جمعة سبت وجمعة معزلة شورجة؟ لا جمعة موجودة موجودين موجودة بالسنة كم اشتغل. وانت قصد عندك؟ لا لا مو قصد لا والله الحمد لله يعني حكومية. زين بالعاده هي الجامعه تعرف يحتاج لها ملازم يحتاج لها زي طلعات طبات وغيرها من هالاشياء. والله يعني انا اقسام يعني فبالملابس يعني مدبرها انا وجماعتي، جماعتي هم نفس الحاله. زين. جماعتي هم محافظات تعرف محافظات وهاي فاحنا نشتري اللبسه مثلا كل واحد يشتري لبستين بيناتنا يعني انا البسها يوم. انت تسويها والله العظيم بالباله قبيل. اي عافيه. وبيناتنا انا صدق. يعني نشتري كل واحد لون كل واحد شو اسمه ما نحاول ما نشتري نفس الشيء. عمود اي عمود يوميا واحد لبسه. بس ترى حلوه يعني. الموضوع ترى حلو كلش حلو والله الصعوبه تجيب علاقات حلوه تجيب صداقات حلوه تعرف منو لك منو عليك تسهرون بالليل انا باكر البس هذا البس هذا نفتر اي والله نفتر على البنايات. زين نجم انت هنا شو تحصل؟ شلون شو احصل؟ يعني مثلا يومك يوميتك ايش قد شغلك ايش قد؟ والله مو سوء يعني هسه اليوم ثلاثه اليوم ب 2000 بس اليوم ب 2000 دينار اي والله 2000 دينار مشتغل لحد الان. زين اكثر يوم ايش قد اشتغلت به؟ اكثر مو حسب يعني على مدى حياتك هذا اليوم بقت انه قلت يوميتي كانت قويه والله 60,000 اشتغلت هنا وطلعت حاويتين هم بالليل هذا اقوى يوم اقوى يوم 60 اقل يوم قلت لك 2000 اليوم اليوم اي والله ان شاء الله ان شاء الله آية الرزق
ان شاء الله. ما تحصل؟ مرات ما تحصل ابدا. صارت وياك؟ ايش صارت وياي؟ زين انت متحصل هاي الألفين او متوسط خلينا نقول 10 15 تطلع. اي متوسط 20 يعني متوسط فندق 20. فندق واكل وش اسمه؟ فندق؟ ليش تقعد فندق؟ هي مال ناصرية. ناصرية محافظات بغداد. لا مو قلت لك قاعد اقسام بالجامعة. قاعد اقسام بالجامعة يعني الفندق ايش قد جايد؟ والله 6000 كل ليلتين 6000. 6000 دينار يومية؟ لا لا ليلتين كل ليلتين. اي كل ليلتين ياخذ. فندق شنو هذا يعني؟ والله فندق ناب الصدرية. مرتب؟ لا والله تعبان. تعبان؟ اي والله حيل تعبان. خدمات طبيعية ما ادري شيء. لا ما بي خدمات اصلا. اصلا ما بي خدمات. حمام قصدي. حمام اي بي بس هذا الكهرباء علينا النت علينا كله علينا. زين نجم شنو منيتك يعني انت اليوم؟ ها والله العظيم نضال جاي من الناصريه وتدرس هنا ببغداد وتشتغل ببغداد. الف الحمد لله. وشكرا. ودرجات الحراره هاي شنو منيتك؟ وين تريد توصل؟ والله انا منيتي كنت منيتي اطلع بس هسه حتى راحت حتى طلع ماكو بس اريد اطلع من العراق. ليش فكرت هيك؟ ماكو يعني ما مستقبل الك ماكو لجهالك ماكو للجيل اللي بعدك ماكو ماكو مستقبل. زين انا شفت ابوي شلون كافح وشلون عيشني ما اريد يعني جهالي يعيشون مثل العيشه اللي عشتها. شلون كافح والده؟ والله والدي يعني كنا احنا فقر كلش فقر عايشين. زين ابويا كافح وقبل السقوط هو يشتغل هنا. زين كان عنده كم بار يشيله هيك هم بالشورجه. هم بالشورجه هنا يشيله كان يعني بزمن النظام ما يخلون واحد يقعد هنا ويفتح. زين فكان يفتر بيه هو. من سقط النظام لزم اكو مكان هنا قدام ذنيش المحلات اذا تشوفهن مجمع هذا جديد. ففتح بي عشنا بي عيشنا وكوننا انفسنا ومستقبلنا ودرسنا كنا نلبس احلى لبس. اجى اسمه اجى مستثمر اشترى هذه وانقطع رزق والدك. عافيه والدك لا تقاعد ولا كذا؟ والله عنده بس راتب عاطلي يعني واحد ليش كذا. اي والله عاطلي. زين انت مثلا هم متخوف من هذا الهاجس من جاي تشوف ناس زملائك اللي موجودين اصحاب شهادات خريجين؟ والله تعيش رعب. رعب عايش. اي والله رعب. من ناحيه ماكو مستقبل يعني انت هسه خلصت انا جامعه وين اروح؟ انت هسه من تجي تشتغل هنا من توقع عليك مثلا كرتونه لو شو اسمه وتنكسر من يصرف عليك؟ مشكله. فنتمنى والله لهذا البلد انه نقول والله انا يعني شويه متامل بهاي الحكومه شو والله قاعد يشتغلون بالشوارع وقاعد يشتغلون بالشو اسمه. والله الصراحه يعني وين ما اروح اقول بلكت يعني شويه ترى الحاكم ما عدى عصا موسى ويكون فيكون. نقول شويه يطورها. قاعد هسه يطبق قانون اتمنى يطبق قانون هسه من شالوني يعني والله العظيم فرحت. قلت اذا يطبق القانون ومثلا يلغون هذا الشارع ويفتحون معامل يفتحون انا هسه لو عندي شغل وعندي مثلا اكو معمل اشتغل بيه او اشتغل باختصاصي يعني ما اجل هنا ما مجبور اجل هنا بهالذله هاي والحر وفلان يصيح عليك وتتحمل فلان وتتحمل فلان. قلت لك ايه الحمد لله الحمد لله والشكر. زين نقول ان شاء الله. على المستوى الشخصي؟ المستوى الشخصي والله اتمنى اكون تاجر رجل اعمال. ان شاء الله توصلها ان شاء الله. وعندك هاي العقليه ان شاء الله. بعد بالرياضيات رايح رياضيات على الله. والله حاولت اكثر من مره. ان شاء الله يا رب واجيك بعد 6-5 سنوات 4 نلتقى وياك ان شاء الله. القاك تاجر هنا ان شاء الله. اخذ منك تاجر بيمة بالعطر؟ والله بكل شيء يعني اتمنى تكون تاجر. انا كنت مفتح جنط. ابو تاجر وابو جنط. اي والله كنت مفتح جنط جنب مول صغير هيك. انا متمنى ان شاء الله مول كبير بالناصريه. اشكرك تخدم والله. اشكر هالمبادره هاي يعني اشكر هنا جيتكم. والله واحد هم شويه واحد يرتاح من ينفع عن نفسه واحد يساله شنو همومك ستمن. والله العظيم هيك يعني مقتنق؟ اي والله وداعتك الشعب ترى كله مقتنق. ولا عباس احنا كنا نقعد هم بغرفتنا الصغيره تعرف احب قعده مثقفين وطلاب جامعه ودارسين وشايفين قديم بعد لازم تتكفي يعني تشوف مثلا تسال عن عائلته تسال عن تاريخه تسال عن شيء يرتاح من يحكي همومه. العائلة العراقية بضغط. العائلة العراقية أبوك صيع عليك أمك صيع عليك كلها تريد منك وكلها معتمدة عليك. وأنا أخوك كبير. أنا أخوك كبير إخواني. كبير إخوانك؟ أي والله كبير دمك. أي مناشدة لأمي رحمة لا تزوجيني. أنا أتزوج شكو. أنا أصرف على الجامعة أصرف على نفسي أصرف عليك على الزواج. أي والله تريد لك تزوج. أي والله أنت شارد منه. شارد شردة يعني أجيب نصيحة لا تتزوج. لا أجيب بنت العالم ورطها وياي أقول لك والله أصرف على الجامعة أصرف على نفسي عليها. انا هسه اخر سؤال بدي اساله اللي ما عرفت اجابته. من ناصريه وطالب جامعي وتشتغل هنا حمال. سولف لي تقسيمه يومك شلون جاي تعيشها؟ تقسيمه يومي بيوم الجامعه والله اداوم وارجع. انا ارجع ما اقدر بعد لا اشتغل ما لا اشتغل ولا اسوي شيء. مثلا جمعه يخابروني احنا اشتغل بالميدان حاويات مثلا او شيء يخابروني اكو حاويه اجي. مثلا بيوم الامتحان ما اقدر اطلع. زين وما تطلع ويا اصدقائك تتونسون كذا الى اشياء؟ والله قليله.
سفر قله قليله كل شيء. ما مسافر لحد الان. لا ما مسافر، اتمنى اموت على السفر. الله والله اتمنى اسافر ان شاء الله. بس شو نسوي، امكانيه ماكو، نقول الحمد لله وشكرا. ان شاء الله على الجايات ان شاء الله. ان شاء الله تدور عمرك. طبعا نجم والله العظيم مفخر لكل شاب عراقي حاب انه هو يحقق اهدافه بالمستقبل، خصوصا انه طموح عايف اهله وعائلته جاي هنا في سبيل يدرس، ووفق هاي الضغوطات اللي جاي يعيشها من دراسه وعمل هنا يومية جاي يجي 2000 10000 20000 مو مشكله، المهم يدبر حياته ويسلكه. ف اليوم نجم هو نموذج حي للشاب العراقي المناضل، الشاب اللي يطمح لتحقيق اهدافه. فتحيه لك نجم، وكل شخص او كل شاب عراقي يعني يخطى خطى نجم بهذا الطريق، انه دراسه وعمل ويوفق بيناتهم في سبيل تحقيق اهدافه. متواصلين وياكم، خليكم معنا.